واحنا صغيرين ما كناش نعرف فروق بين البشر، اخترنا اللي شبهنا وصاحبناهم من غير ما يفرق معانا اساميهم ولا دياناتهم. لعبنا سوا وكبرنا سوا وعرفنا ان الدين لله والرب واحد. دخلنا بيوت بعض واكلنا سوا في طبق واحد وبقينا اكتر من اخوات. فرحنا سوا وزعلنا سوا، وقفنا جنب بعض في الشدة، جدعنا بحب غير مشروط ودفى حقيقي بيملى البيوت مش مصطنعة. وعلى رأي مثل كانت جدتي دايما تقوله، العشرة ما تهونش إلا على ولاد الحرام، أما ولاد الأصول دايما يصونوا العيش والملح. فتحي سليمان من قرية شطورة، مركز تحت محافظة سوهاج، شغال صحفي. هاني لطفي ترزي من قرية عرب بخواج. موقف كتير جمعتني بصاحبي هاني. أنا على ما أتذكر كنا مع بعض، اتعرفنا في أولى إعدادي، وبعدين كانت أيام أولى الإعدادي دي وتانية وتالتة كانت أيام عظيمة. يعني كنا كتير جداً بنروح مع بعض نذاكر، وأروح لوالد الله يرحمه عم لطفي عرب بخواج الله يرحمه ويحسن إليه. هي النشأ أصلاً الأبهات مع بعضيهم، وإحنا كجيل بعديهم سلمنا بعضينا، ويعني إن شاء الله دوم محبة. ويعني أستاذ فتحي ممكن من مطلعه هو نبغة، وكنا نستنى بعضينا بعد الامتحانات نذاكر، يعني نراجع لبعضينا المواد اللي مين حل، مين مثلا ناقصه معاه مثلا مساله، نراجع بعضينا. الدنيا بتفرج. بس هو انا على ما افتكر كان هاني زمان كنت انا اشطر منه، فكان يعمل ايه، كان هو يقعد ورايا في الامتحانات عشان اغششه. طب احنا كنا يعني ايه بطبيعتك انت اصلا كنت ذكي شويه، كان واحد يتاكل ذكي خالص، لا ذكي شويه ماشي، فكان واحد تتمنى مثلا ايه يراجع معاك مثلا حاجه يقول لك مثلا لا بص يعني بص ما بطل كده. انا كنت بغش منك، انت كنت بتغش مني مش في امتحان الشهر، مش في ما احنا امتحان الشهر ماشي، مش حاجه امتحان الشهر نص السنه ماشي، مش مشكله عادي عادي ماشي، مش الناس بس تسمع. وبعدين فاكر طيب لما كنا مع بعض يوم امتحان العلوم قبل نجوى عياد، الله يمسيه بالخير، وجيت قلت لي يا فتحي انا مش مذاكر كويس، وبعدين بعد اذنك بعد ما تخلص اجابه بصيلي ذاكرتك قويه جدا، ذاكرتك قويه جدا ما احسدك عليها. لا هي مش بص هي يعني كانت بتخوفنا كتير من الماده، وكانت كانت يعني صعبه 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 جدا خالص، بس يعني شوف الواحد ما ينساش اسمها ابدا. الجلابيه اللي انا لابسها دي هاني هو اللي مفصلها لي اصلا، يعني هو هاني ده اللي مغطيني وسترني. لا ما اقدرش. زمان لا كنا كنت انا رايح الحج، فجيت يوم مسافر قلت لهاني يا هاني انا عايز اسافر الحج النهارده وعايز اربع جلاليب تفصلهم لي. هاني ده زحمه جدا دايما كل الزباين عليه لانه شاطر في مهنته الحمد لله. فقال لي ازاي في نفس اليوم ليه عايز، قلت له مسافر الحج بكره الصبح، اربع جلاليب فصلهم لي في يوم واحد، كان موسم عيد وكان عليه ضغط رهيب، لكن قال لي يا فصلهم ما قدرتش اتاخر، بس قال لي شرط، قال لي تجيب لي مصحف هديه وانت راجع من الحج. دي لا ده قلت له يا هاني فاكر يا اخي لا وقاعد عندي محتفظ بيه قاعد عندي محتفظ بيه في البيت، قال لي مصحف هديه، جبت له مصحف هديه من الحج. اكرم حاجه عندنا يعتبر انا كشخصي اغلى حاجه تيجي من عندي تبع الله، فانا خدته عندي وكاتب ممنوع اكتب عليه هداء، يعني ممنوع اكتب عليه هداء، خدته عندي وموجود عندي حاليا في وكل البيت. ما اروح افصل عنده جلابيه ولا عبايه عند في البيت عنده يوريني المصحف يقول لي ده اللي انت هديته لي. موجود انا طالب، بس هو بوزي. كان شرط قال لي هات لي مصحف. طب ماشي ما طالع حاجه بوز لازم اخد. واحد عاوز يجيب لك حاجه هديه اجيب لي ايه؟ انا عاوز حاجه قيمه تحط عندي في البيت. انا هاني قبل ما صاحبه كان يا هاني لو تفتكر كان ابويا يروح عند ابوه على طول يفصل الهدوم بتاعته. فابويا اساله اقول له رايح فين، يقول لي رايح عند عمك لطفي. انا اسمع عن عم لطفي ورحت مع ابويا مره زمان وانا صغير، مره شفت عم لطفي ده شكلا لكن ما كنتش اتعرفت عليه ولا اعرفه. بعد كده في اولى اعدادي لما رحنا الاعدادي كنت انا عارفنا بعضينا، ف
في اولى اعدادي لو تفتكر. في اولى اعدادي كانت 97 جه نصيبه ان هو يقعد في التخته اللي ورايا او جنبي تقريبا جنبك وقعد معايا. فهاني انت منين؟ قال لي انا مع رب اخواج. صحابنا بتاع 3 4 شهور مع بعض وانا ما اعرفش ان هو مسيحي وهو ما يعرفش ان انا مسلم وما فيش ما كانش حد بيركز في الحاجات دي في الصعيد بالذات. ما حدش ركز لما قال لي انا راح اصوم بعد بكره الصيام بتاعنا. كان كنا جايبين اكل ساعتها كنا عايزين نعمل اكل. لسه رمضان رحت عزم على الاكل بتاعنا. رحت عزمك على غدوه. غدوه. قال لي لا ده انا صار عندي صيام بعد بكره. قلت له هاني ازاي ده احنا لسه؟ قال لي لا ما انا مسيحي. ساعتها بعد ما كنا صرنا اصحاب عرفت مسيحي. ما كانش حد زادت الغلاوه. ما كانش بص احنا على ايامنا احنا ما كانش القصص دي حد يعني ياخد باله منها ان كنا بعفويتنا. ما كانش حد يعني الناس الجيل اللي احنا فيه الجيل الحالي ده هو يتنبه شويه. جيلنا احنا ما كانش يعتبر الحاجات دي مش في مخه خالص او ما حدش بيحطه في مخه. ما هو كان بيجي في الدكان مع ابوه جاي ما يعرف بعضينا. كان لا يعرف ده عمو مسيحي ولا غيره. اقول لك على حاجه يمكن انت ما تعرفهاش قبل كده. انا كان اسمي هاني اصلا في الاول. انت تعرف حاجه زي كده؟ لا والله كان اسمي هاني. انا زمان ابويا قال هنسمي فتحي لما اتولدت يعني قالوا لي هنسمي فتحي هاني. فالمهم جات امي قالت له نسمي هاني. هاني قريب من اسم هاني ما عندنا في الأرياف. قالت لا ما سموش انا من مرات عمه ولا ود عمه ينده عليه يقول له يا هاني يا هاني. طب ده غلطه مرات عمه تطلع ماشي هاني معلش هاني 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 ما حدش اعترض على هاني عندك؟ لا اعترض ازاي؟ هاني جاي من هنا. ايوه يا سعيد راجل كده فسعيد سالم مبتسم للحياه. هنا شفت عايش هنا وسرور. فاكر انت قلت هنا وسرور؟ طب وانت واخد من اسمك نصيب ليك نصيب من اسمك؟ لا هي الدنيا ما فيش حد اخذ نصيب من اسمه. انت فتحي انا ربنا فتح عليك كويس الحمد لله. وانا هاني بحاول اضحك بس مش عارف اتهنى يعني. هي الدنيا كانت الاهي دي معروفه اكيد يعني. فاكر اسم ابني هنا؟ مش عارف اسمه. ارساني. ارساني نسيت يعني ارساني. يعني ايه ارساني؟ رجل الصلاه. ايه؟ رجل الصلاه. رجل الصلاه ابن اسمه ارساني. كل ما اروح له البيت عنده اقول له اسمه هنا. الابن الثاني سميته له لطفي عشان يا رب يكرمه خفيف تقول ابو لطفي زي الاسم كده. عم لطفي الله يرحمه. وانا ماشي ما قلناش حاجه عشان بس ما تقوليش سيبتك لطفي ده مشترك. ماشي كده ارساني ده غريب علينا. انت بصيه سميه سميت لك الاسم الثاني. طب عندك انت امك تعرف تنطق وتقول ارساني؟ ما تقول لي ارساني. بقول ارساني والله. ارساني ده اسم ده في دارج في الثقافة المسيحية. اسم جارد ومتنتشر يعني بس هو قليل في الصعيد شوية. لا تقيل عليا. قليل في الصعيد ماشي. طب اقول لك ايه؟ أول مرة أسمعه منك. اكذبه كتير. ماشي حاضر. أنا أحفظ عشان خاطرك أنت. أنت أمنا كبير. أي ماشي. أنا أفتكر في الدكان كان شغال معانا حد من إخواتنا المسلمين. كان ده كنت في إعدادي أنا يعني كنت صغير خالص. أبويا الله يرحمه كان يعمل له إفطار وسحور لو كان هبيت في الشغل مثلا كل ميعاده قول له صوم مالكش دعوه بيا انا انت تصوم عادك مظبوط في الصيام اللي تلقاه عاوزه في الافطار يبقى مقعد لك في الافطار افطار جهز له افطار زي ما هو عاوز. لو ابويا ولع سيجاره عشان هو كان بيدخن الله يرحمه هما اثنين الله يرحمهم ابويا يطلع بره يدخن سيجاره ويرجع تاني محترم الراجل اللي صايم ده اللي جنبيه. احنا طلعنا على كده طلعنا على اللي اتربينا عليه. البيه ربنا يدوم محبه يعني لازم هفطر عند فلان واجي لك السهره عندك. طب عايز عيب بالجلابيه خلص الجلابيه يا عم انت تقعد معايا تسهر معايا شغال ولا عايز جلابيه؟ لا يقول لا اسهر واخد الجلابيه معانا ماشي. اضرب عصفورين بحجر واحد يعني ما نضيع وقت افصل الجلابيه بالمره. مكسب ماشي. لا كويس خالص صاحبك يعني اعمل حسابي المره السنه دي ان شاء الله هعمل لك حسابي ان شاء الله السنه دي. السنه دي ما تحصلكش انا. لا تفصلني. لا ما انت عندك جلابيه وعبايه. انا عايزهم. عاوزهم يعني؟ عايزهم بعد ما اخلص عايزهم. على اساس ان انت عاوز عيد بيهم يعني. عايز لازم عيد بيهم. انا بس عيد العيد ده مش عيد السنه الجايه. افتكر عيد الضحيه مثلا. لا عيد ده عيد رمضان يعني. لا على خير ان شاء الله. عاشمين في ربنا خير ان شاء كل الله. كل احنا فرحتنا بتتم بهاني وكانت بتتم بابوه الله يرحمه. فرحه اعيادنا وافراحنا كلها بتتم بيهم. ليه؟ اولا رقم لان هما بيقدروا ده طول رمضان قاعدين بس بيفصلوا في جليب المسلمين احنا ويتقنوا شغلانتهم عشان تطلع الناس حلوه ومبسوطه ومرتاحه. جميع واحد مضغوط طول الوقت جميع واحد بيحتاج هاني في ان هو يسرع له في الوقت او غيره بيكلمنا عشان اكلم له هاني. هاني رغم ان هو ايده حلوه وصنعته حلوه ده مخليه كل ضغط عليه شديد خالص وخاصه في رمضان وايام الاعياد. انا اكتر موقف افتكره اليوم العيد ده. يوم العيد كنا مثلا يا فتحي مثلا عارف ان احنا مثلا عيدهم او عيدنا نطلع الصبح مع بعضينا بعد ما صلوا صلاه عيد هم الصبح او احنا نقعد نجابل قرايبنا نطلع نلف نتفسح نطلع مثلا يعني كان فسحتنا احنا الوحيده نطلع مع بعضينا تحته نتفسح مثلا نلف نتغدى غدا
فاكر لما كنا نتغدى في السيخ كنا نحب الملوحه الصبح. ده في شم النسيم بتاعنا احنا، ده هو اي ده شم النسيم. لا ويوم العيد بتاع الفطر كنا احنا نحب نروح ناكل ملوحه وناكل فول وطعميه الصبح برضه. ده كنا نروح تحت اهم حاجه كل عيد. فاكر الجرشي؟ ده كنا ماشي، كنا كان زمان كان افلام الهندي، كانت نزل افلام هندي جديده فيديو او فيديو 97 نتفرج على فيلم فيديو عند الجرشي فيديو مثلا باخد 9 جنيه مثلا جنيه تديك مثلا عامل زي سينما محدوده كده نسمع فيها افلام، نسمع فيلم او اثنين. كان هندي زمان، كان بالنسبه لنا فاكهه الفيلم الهندي. هو كان حاجه غريبه، وكان برضه كانش حد نزل عرف التلفزيون الملون هنا في بلادنا الحمد لله، كانش لسه نزلت حاجات دهيه. وكنا يعني اعتبر هي الفسحه الوحيده، نركب مثلا مراجيح، نطلع البحر مثلا، نركب مركب مثلا. كانت ايام. فاكر العربيات اللي كانت نازله جديد، العربيات اللي الكهرباء الكهرباء دي كانت في نادي طحطه، نادي طحطه الرياضي دي كنا نروح، كنا نلم فلوس من بعض ونروح نركب في الخمس دقايق. هو كان واحد يستنى يوم العيد او عشان نفسح فيه، يعني زي ما نقول ايه هو من الدراسه نلم من بتاع ده شله كبيره خالص ونروح العيد سواء عيد القيامه او عيد الميلاد. لما كنا نجيكم العرب 13 نفر واحد مع بعض، 12 بني ادم كان فيهم ميلاد، ومن عندكم مسيحيين كان ميلاد، وكان اندرو، وكان في عطا، وكان فيه عادل، وكان في هذا كده ممكن تخون يعني مش هيك على 97 ما هو الناس بس الوحيدين اللي فضلوا متواصلين انا وانت على طول. فاكر الفرح اللي حضرناه زمان عندكم في الكنيسه وانت عزمتنا عليه؟ مش فرح اختك ولا عماد اخوك؟ لا عماد اخويا. عماد اخوك؟ عماد اخويا. عماد معاه اولاد دلوقتي؟ معايا لسه، ربنا يخليه. بس كانت 2002 باين؟ كده بعد وبعد ما طلعنا من اعدادي بفتره، ساعتها كانت في الكليه انت وانا كنت في المعهد. كنت انا في الكليه وقال لي انزل لي فورا عشان فرح اخويا عماد ولازم تقف جنبي وبتاع، بس انا ما حضرتش فرح. اول ما نزلت دي في البلد كلها كانت دي لسه فاكهه. دي جي كانت دي جي اول. الكمبيوتر حاجه غريبه وسماعات بقى، كان دي جي زمان. انت فرحت فرحك ما حضرتوش انا؟ لا انت كان معاك. لا كان في 6 كان كام شهر 6 كنت مبالي معاك حاجه في الشغل. ولدك كان نسيت اسم ولدك بقى. ارسان نسيت انا ولدي. خليك فاكرين الناس اسمه مره ثانيه، اسمه ارساني. ارساني ارساني يبقى ارساني. انت رحت الفرح عشان كان معاك ظروف فاعتذرت لي، قلت لك مش مشكله عادي سهله هي تعود ثاني. رغم ان انا صاحب هاني الا ان يعني وصداقتي اعمق من هاني واقدم بكتير من ليها مثلا 23 سنه 22 سنه، الا ان عماد اخوه بحس معاه بالراحه اكتر. يعني لما اروح خاصه لما اروح عنده من المحل كده واقابله ويجيبني ببشاشه كانه اخونا الكبير اللي بيطبطب علينا واللي بيستقبلنا، لما اكون دايما ابدا مشدود من هاني في ميعاد في حاجه عايزه فيها، هاني عماد اخوه هو اللي بيستشف غضبي وبيريحني. انت وشك البشوش احترامك مخلي عماد يعزك قوي، وعماد يعني عارف كانه انا يعني لما انا ما قعدتش في الدكان وفتحي مثلا جه الدكان، عارف عماد انه فتحي ده يعتبر اخو هاني الثاني، فبيقوم معاه مش هقول بالواجب، مش واجب، ما بيناش واجب احنا، بينا ان هو كانه في بيته، زي ما انا قاعد هنا حاليا عند عم فتحي في البيت، احنا هنا انا قاعد في بيتي قاعد براحتي، ليه؟ احنا ما بيناش التكليف، ما فيش تكليف بيننا، ليه؟ ندخل عادي. انا كنت ادخل عند والدته وهو يجي عند امي ونتعامل مع بعض، طلعنا مع بعض على عدم التكليف. ممكن يعني اروح ما الاقيهوش هاني، الاقي نايم ولاقي عماد نايم مش موجود، اقعد مع والدته شويه مجدسه وتجيب لي عم لطفي كان يجيب لي الشاي ووالدته تعمل لي اكل وفطار. احنا مسيحيين بثقافه اسلاميه، اخويا جاري زبوني زميل مدرسه، يعني ما يخطر على بالك في التعامل كله مسلم جنبي، ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي هنا في الصعيد بالذات. صحيح. في حاجه اسمها ايه؟ انت طالع على حاجه اتربيت عليها وده جنبك على طول. انا ما حصل لي كرب، ما عايز ابويا كان كل اللي كان فيه مسلمين كلهم جنبي، وكان الناس تاخد معايا العزاء. صحيح. ما حاجه ما انكرهاش وما ينفعش انكرها، عشان ده هو اللي احنا اتربينا عليه، انا وانت وغيرنا واصحابنا كلهم. صحيح. انا قاعد محافظ كصديق، انت من 97 يعني 22 سنة، يعني كام 22 سنة. انت لو انا هاني مخرب معاك من ايام ما كنا يعتبر احنا في عيلة، كنا ما كناش برضه بالنصحة اللي احنا فيها. صحيح. ما كنتش كانتش دامت الفكرة ان هي كل حاجة هتدوم ندوب على المحبة. المحبة تفرق زي ما بيقولوا، يعني بقول لك المحبة تفرق شروط الأدب. المحبة ترفع شروط الأدب. ترفع شروط الأدب. شروط الأدب يعني ايه؟ يبقى فيه القعدة، ربنا يديك المحبة والأدب، يبقى المحبة يبقى فيه مثلا في تلقائية في الكلام. كانوا اخواتنا. اي ما هتعبتش انت حدود لكلامك، انت ما خلاص انت مولف. اخواتنا القبطيات برضو كانوا معانا جرايب هاني كلهم في المدرسة. كانوا بنعتبرهم اخواتنا بالظبط يعني. احنا مثلا ما انساش يمشوا في سنة. انت فاكر ليه؟ الله يديها الصحة وطولة العمر استاذة حليمة. استاذة حليمة مسلم. مسلم. مديرة المدرسة. مديرة المدرسة. نظرة. كانت الوحيدة المديرة يمكن هنشوفها احنا يعني ستات، يعني كان في صعيد ما كانش في حد لسه يعني ايه. مدرسات جوا. مدرسات كتيرة كده، بس دي كانت مديرة 97. الله يديها الصحة. علمتنا، طلعت الجيل بتاعنا، يمكن اخر دفعه خدتها جيلنا احنا اللي هو بتاع 97 ل 2000، 3 سنين دول
الله يديها الصحة. الجيل بتاعنا مفيش فينا حد فاشل، خليك بعيد، مفيش حد فينا فاشل، جيلنا احنا كله الدكتور علي خليفة الله يديه الصحة، مصطفى شحاتة حاليا شؤون عاملين في واحد صحي. انا فاكر الاب نجوى عيادي كانت استاذة العلوم، كانت مسيحية وكانت بتحب حاجة اسمها فتحي سليمان، كنت ذكي، كانت بتعشقني. فكان لو تفتكر انا في الاعدادي كنت انت كلكم، كان الفصل نص مسلمين ونص مسيحيين بالظبط، او ممكن انت اكتر شويه. لا شويه اكتر. فكان الاب نجوى عياد يعني دونا عن الزملاء كلهم تحب فتحي. ففتحي في مره من المرات انا غبت المدرسه 3 ايام. ده كان ما رضيتش تدخل الحصه، تفتكر وقالت مش هدرس لكم ولا هجريكم غير لما يجي فتحي. عشان كان ذكي. كانت نجوى عياد الله يمسها بالخير، هي عايشه ولا ما عايشه؟ انا حقيقه كان فتره ما شفتهاش، كنت بطلع يطلع 10 سنين. كانت مسيحيه، علمتني كتير خالص، من ضمن الناس اللي كانت ذكيه جدا، كانت الناس اللي هي كانت تشجعني دايما. انت موضوع انك تخش صحافه دي كانت كل واحد متامل يعني يتبق لك ليه. فتحي كان يكتب موضوع تعبير يعني الشاطر قوي يطلع وراها غلطه، فاكر انت موضوع التعبير استاذ حنفي الله يمسيه بالخير؟ لا، وكنت في الاملا يعني، فاهم انت؟ ايام صغير، وايام الكوره، وايام اللعب، وايام المسرح، وايام الجيل المدرسين بتاعتنا احنا، هي لعمتنا كده، هي بناتنا. موقف افتكره انا احنا في الاعدادي لو تفتكروا يا هاني، كنا احنا كنت انا ماسك فريق كره القدم في الاعدادي، فهاني ما بيعرفش يلعب كوره، فقال لي يا فتحي انا عشان خاطري عايز العب معاكم في الفريق. قلت له هل ازاي تلعب في الفريق انت ما بتعرفش تلعب؟ بعد احنا رايحين نقابل فرق قويه زي طحطه وزي الراينه وزي فرق كبيره. مش حاجه نفسي فيها يا راجل. قال لي يا عم خدني بس احتياطي. صراحه خدت وفي عزوز والغندور والشباب زعلوا مني ساعتها، زعلوا مني عشان انا خدت غصب عنهم في الفريق، رغم انه ما بيعرفش يلعب كوره، ما بيعرفش يشوط الكوره اصلا. طب ماشي كويس، كان حاجه نفسي فيها ايه يعني؟ ما تحكيليش صاحبك. طب حصل ماشي تمام، اخدتني بس في صاحبك لازم يبقى في موقف تشيلني فيه اشيلك. ماشي انا طول عمري شايلك يا ابني. لا اله الا انت. ماشي ان شلت امين ماشي، بس برضه يعني انا مش وحش على طول. على طول مش عيب. هاني من 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 بدايته زمان هو مروش سريع كده في حواله وفي كلامه سريع وفي حدثه سريع. زمان انا فاكر ان انا رحت اخبط عليه عند البيت عنده، فكان عم لطفي الله يرحمه طلع قال لي عايز ايه على الصبح؟ قلت له عم لطفي هاني موعدني وما جاليش وكل شويه يكلمني ويبعت لي. رحت قال لي لا هاني طلع. رحت لهاني مع ادور عليه مش لاقيه، عمال اروح له الاماكن اللي بنروح عند الدرس عند مش عارف ايه مش لاقيه خالص. ففي الاخر خالص بدور عليه لقيته راح مع شله اصحاب كده راحوا يلعبوا كوتشينه وبتاع كلام. انا كنا بتفتكر قفشتك في مكان كده الخبينه تحت النبق. تحت النبق عشان كنا نبق ونلعب ونلعب وتلعبوا. قلت له انت بتلعب من ورايا يا ابني لما تقول لي كده حلوه انت. لا افتكر ماشي. هو احنا مش في الموضوع رضيشه زمان، كنا مثلا ايه لو حد مش معاه مثلا حاجه مطلوب منه مثلا في الدراسه او الكلام ده في الفسحه مثلا في اخر السنه مثلا في الصيف، اي واحد فينا يعني ايه يلحق ياخد له شويه لعب يلعب فيهم شويه يفوق، لان عارف اللي احنا لعبناه زمان الحمد لله هيطلع لنا بعدين. طلع ولسه هيطلع تاني. هو طلع الحمد لله. طلع خلاص أسريان. خلاص ارساني ابو لا احنا كده ممكن نشبط اخر حلقه عشان مفيش ارساني. لا نسيت برضه ارساني صح؟ مفيش شباب ارساني. ابو لطفي اسرع لك. ابو عماد. ابو عماد. ابو عماد. انت معاك عماد؟ ما لطفي خلينا عماد. عماد ولطفي. عماد اسرع حاجه، ايه رايك؟ حلو كفايه كده عشان ما اقولش بقى كده اسمك تقيل وما تقيلش. لا لا كفايه ابو لا هو اثنين الحمد لله على كده في ربنا الله يخليك. نعمه كبيره ربنا يفرحك يا رب كده ونشوف حوضك تدعي لنا في الحج ان شاء الله كده السنه دي ان شاء الله. الحج السنه دي ان شاء الله احتمال كبير ان شاء الله. قلت الحج والحجه ان شاء الله باذن الله. عشان ربنا دعواتك هناك يا رب. وهديتي هديتي مصحف برضه ولا سبحه؟ لا مصحف اساسي برضه. مصحف وسبحه اساسي. اجيب لك مصحف واحد نساهم. لا حاضر انا العاده انا يا خلاص حبيبي انا فكرت حبيبي بدون محبتك. امين ربنا يحرمنا ويشيل نفسي يا رب.